أهلا حضراتكم. بمناسبة اليوم العالمي للرجل واللي بيصادف 19 نوفمبر اللي هو النهاردة، هنتكلم عن الاحتفال المنسي عند الكل اللي البعض بيعتبره مهضوم حقه وسط الأعياد الموجودة طول السنة. كلنا عارفين أن 8 مارس هو اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم 21 مارس، إنما عيد الرجل فين؟ يوم تقدير الرجل فين؟ لحسن الحظ لقينا أن النهاردة اليوم المداري اللي بيحاولوا يقدروا فيه الدور المنسي للرجل. الحقيقة أن 19 نوفمبر من كل سنة اتعمل علشان يكرم ويعزز دور الرجل في المجتمع ويسلط الضوء على مساهماته في الحياة، خاصة اللي بيشتغلوا في مهام صعبة بتتطلب منهم حماية غيرهم واللي ممكن تؤدي بحياتهم للخطر في بعض الأحيان. من هنا تم اعتبار اليوم ده تخليد وتعزيز لدور الرجل. الهدف من اليوم ده أن العالم بيعتبره مناسبة لفتح ملفات كتيرة تخص الرجل، زي قضايا الصحة والأمراض وأهمية دور الرجل في تربية أبنائه مثلا. وقبل ما أبدأ كلامي مع ضيفي اللي هينورنا في الفقرة دي، عايز أقول إن الصيغة الحقيقية للحياة مش رجل وامرأة، لكنها تكامل وتشارك. لكن بما إن الاحتفالات بتبقى في أيام مختلفة، فالنهاردة هنتكلم عن الرجل مع واحد من أهم رموز الإعلام الاجتماعي والكلام في العلاقات الأسرية والعاطفية اللي كبرنا على صوته وآرائه الغالي جدا عندي بشكل شخصي، هو الإعلامي الأستاذ الكبير أسامة منير. أستاذ أسامة، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، منورنا على شاشة التلفزيون اليوم السابع، وكل سنة وحضرتك وكل الرجالة طيبين. بيبي يا أستاذ أحمد، ميرسي خالص على المقدمة الغالية الحلوة دي. ربنا يخليك. أنا سعيد وشرف لي أن أنا أكون مع حضرتك وعلى شاشة التلفزيون اليوم السابع. كل سنة وانت طيب وكل الرجالة طيبين. يوم لتقدير الرجل، حضرتك سمعت عن اليوم ده يا أستاذ أسامة وإيه رأيك؟ والله بنسمع بس يا أستاذ أحمد. يعني بنسمع، يعني يمكن أنا أتذكر عملت حلقة في عيد الأب وكانت حلقة عجيبة قوي على الناس، يعني ولا حد فاكر عيد الأب ولا حد يعني بعت لأبوه حتى رسالة يقول له كل سنة وانت طيب يا بابا. فهو الراجل مهضوم حقه بشكل غير طبيعي، لان الراجل متاخد شيء مضمون. يعني بابا موجود هيحصل ايه؟ الراجل ما هو انت راجل، وبعدين احنا تعودنا وتربينا كمان في مجتمعاتنا دي انت راجل ما تعيط، انت راجل ايه، ما انت ما فيش راجل بيتعب، انت راجل استحمل، انت راجل. فبالتالي بقى الراجل ده شيء مضمون، يعني مهضوم حقه بجد فعلا. يعني حضرتك شايف ان التربيه اساس في حاجه زي دي؟ يعني لو طالبنا بحقوق الرجل مش هتيجي غير بالتربيه اللي بنزرعها في الطفل من البدايه. ايوه، ولازم نشعر، لازم المجتمع كله يشعر، والستات بقى اللي تشعر في المجتمع ان الرجل ده لحم ودم، وبيتعب وبيرهق وبيتضايق وبيزعل وبيحزن وبيفرح، وليه احتياجات زي اي حاجه. يعني نظره المجتمع للراجل مع الاسف بقوا ينظروا للرجل على انه كاسر، واللي بيعرف ياخده ياخده، ومتحرش وهجومي ومفتري ومعتدي. فدي نظره المجتمع للراجل مع الاسف. يعني وحضرتك شايف ان اتصدرت الصوره دي من خلال ايه يا استاذ اسامه؟ والله من خلال كل حاجه في حياتنا. يعني بص، في عندنا ثقافه احنا كمجتمعات شرقيه ولدنا وتربينا عليها، هي اللي حط الراجل في حته والست في حته، هي اللي مميزه ما بين الاثنين، هي اللي بتقول دايما ان الست مخلوق رقيقي ومهذب ولطيف وحنين وخلافه، والراجل جامد وخشن والراجل كمان اخذ حقوق اكثر من حقوقه. على فكره عشان تبقى عارف، يعني مش بس ان هو اتحط في مكان واحد، لا ده خد حقوق اكثر من حقوقه كمان. يعني خد الراجل خد حق في المجتمع الشرقي ان هو شاب صغير ممكن يصاحب واحده واثنين وثلاثه ويفتخر، انما الست لو عملت كده يبقى عار. فهو هي ميزان كله اتوزن غلط من البدايه. حضرتك شايف لو رجعنا، الرجل اللي يستحق ان هو يتقدر في يوم زي ده او نحتفي بيه في يوم زي ده، ما تيجي ما نعممش، يعني نقول مواصفات الرجل الحقيقي اللي يستحق الاحتفاء بيه في يوم زي ده، ونقول ان هو ده يوم الرجل، ده اللي هنقول له شكرا. ايه هي مواصفات الرجل ده يا استاذ اسامه عشان ما نعممش الموضوع على كل الرجال؟ انت حددت تحديد ممتاز، يعني انت وجهت الكلام في اتجاه ممتاز جدا، لان مش كل من هو رجل
بمعنى اصح ان كل ذكر رجل. بالظبط بالظبط. انما الراجل اللي بيحتوي اسرته بيحتوي بيحتوي حبيبته، والراجل اللي هو الشاب الصغير اللي بيتحمل مسؤوليه اسره بحالها بعد وفاه والدي او والدي تقاعد او او خلافه، الراجل اللي بيحترم كلمته، الراجل اللي بيصون عرضه، الراجل اللي بيصون عينيه ما تشوفش الغلط وما تعملوش، الراجل اللي يعني الراجل بمعنى الراجل هو ده اللي لازم يقدر ولازم يتشال على الراس ولازم نحتفل بيه جدا. يعني في ناس كتيره جدا احنا بنسمع اليومين دول الازواج بيضربوا زوجاتهم ضرب قبح وبياخدوا فلوس وخيانات وبهدله وبلطجه وحاجات كده. انما مش هو ده الراجل نحتفل بيه، لا الراجل نحتفل بيه الراجل اللي ليه صفات طيبه وخلق طيب، الراجل اللي اتربى بمعنى اصح. لان فعلا زي ما حضرتك قلت في فرق بين الذكر الذكر والرجل. طبعا كله بيعمم دلوقتي، يقول لك انا رجل وهو بس ذكر انما صفات الرجل ما تنطبقش عليه. لا خالص، وعلى فكره مش لازم يتسم بالشكل الرجولي الخشن عشان يبقى راجل، ممكن يبقى انسان قصير وبسيط ومتواضع ورفيع وكده بس هو كل تكوينه راجل. بالظبط. طب لما بيجي لحضرتك راجل يقول لك انا مضطهد، يقول لك يا استاذ اسامه حضرتك دايما بتدعم الستات على حسابنا مثلا في البرامج بتاعتك، ده تقول له ايه؟ شخص زي ده تقول له ايه؟ لا بس اعرف انت مضطهد في ايه؟ ما يعني قول لي انت مضطهد في ايه؟ مضطهد انك بتشتغل وبتشقى ما احنا لازم نشتغل ونشقى ونتعب علشان مسؤوليه عندنا، ولو بصيت انت كمان الست بتشتغل وتتعب قد ايه قدامك في البيت اكتر منك. يعني لو تجيب خلي الست النهارده تجيب البيت وتخرج وتجيب الراجل للولاد تقول له ايه خد اجازه اسبوع فرجني هتعمل ايه في البيت، مش عارف يعمل حاجه. ده حقيقي فعلا. وهي عندها ساعات تعمل 60 حاجه في نفس الوقت. فهي تعبانه وانت تعبان. ما تقوليش انا مضطهد، مضطهد بقى لو مراتك مفتريه، لو مراتك بتاخد فلوسك كلها، لو مراتك بتضربك بتهينك. ده اللي مضطهد، انما مضطهد في ايه؟ بالظبط. انا باجي عليك في ايه؟ باجي عليك ان انا بقول لك اعمل واجبك. باجي عليك ان اقول لك حافظ على كرامه الست بتاعتك. اساسيات، اساسيات على الراجل. هي دي الحياه يا استاذ احمد، يعني النهارده انا راجل متجوز لو مش حافظ على كرامه مراتي، حافظ على كرامه مين؟ بالظبط. ابسط معاني رجوله. لو مش هطول بيتي ومراتي واهتم بيهم واحتويهم، احتوي مين؟ ايهما اولى بالاحتواء، زوجتي ولا اطلع احتوي بره؟ للاسف هنا بقى ده المعنى الحقيقي للرجوله. يعني من فتره كده يا استاذ اسامه دارت خناقه على السوشيال ميديا ما بين الرجل ملزم، المراه هي اللي ملزمه، لا انا مش ملزمه انت اللي ملزم. ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ توزيع الالتزامات، لا انت لا انت، ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ بص يا استاذ احمد، احنا اليومين دول في عصر الترندات، كل لغط يثار على مواقع السوشيال ميديا لو دورت تلاقي هو بحث عن كل ترند، بحث عن عدد فولو، بحث عن ان مصر كلها تتكلم عني وابقى مشهور. فمع الاسف كل اصحاب هذه الاراء كلهم من الباحثين والباحثات عن الترندات. فكل دي اراء مغلوطه وكل دي افكار شاذه اساسا من اجل الحصول على الترند. ما فرقوش اللي قالوا ده عن اي واحده طلعت لابسه من غير هدوم وبترقص على التيك توك. فيعني انا ببص الحاجات دي بجد بيصعب عليا الناس اللي عقولها وصلت فيها التدني ان هم يطلعوا يقولوا اي كلام فقط علشان يعمل ترند وهو مش عارف ان هو بالطريقه دي يبلد المجتمع بحاله. بالظبط. ناس كتيره بتصدقهم يا استاذ اسامه ويقول لك طب ما انت اللي ملزمه زي ما الترند قال، لا انت اللي ملزم زي ما الترند قال. في ناس فعلا بتصدق في الترندات دي للاسف، والبيوت بتخرب. طيب والخيال بيبوظ. كمان اسوأ يا استاذ احمد، انا النهارده ما صدقتش كون ان انا ضيعت من عمري ساعة ساعتين نص ساعة بتكلم في الموضوع ده، برجي في الموضوع ده، برجي في الهدي ده، وسايب حاجات مهمة كتيرة في حياتي، سايب حتى متعة في الحياة
كلام فاضي. مع الأسف الإعلام بقى بيعمل كده بقى. طب حضرتك شايف إن لما الراجل يقول أنا مضغوط في المسؤوليات والالتزامات، الحياة ضغطاني كتير، فبالتالي أنا أروح البيت ماليش دعوة بحاجة، يعني أنا دوري انتهى هنا، شايف إن الحجة دي طبيعية، خصوصا إن هي بقت الغلبة في معظم ردود أفعال الرجالة، يعني عندهم حق في ده ولا إيه رأي حضرتك؟ بص، هي حالة تواكل وتعودوا على إن ماما هي اللي بتعمل فتجوز فترات وهتعمل زي ماما. واخد بالك؟ وحالة برضه استهتار نوعا يعني. هو بس لو زوجته ما بتشتغلش ومهتمة بالبيت بس، وهو الراجل مفروض بره بيبقى عايز يرجع يستريح تماما. إنما لو زوجته بتشتغل وهو بيشتغل، يبقى لازم هما الاثنين يساهموا مع بعض في كل حاجة. يعني ما ينفعش يرجع من شغله تقول له ابنك محتاج يروح للدكتور ولا وديه انت. ما ينفعش يرجع من شغله تقول له عندنا حنفية بايظة، تقول له يقول لها كلمي انت السباك تيجي يعملها وانا مش موجود، انا مش فاضي اقعد مع السباكين. هو برضه في استهتار بيحصل من بعض الناس مش لطيف يعني. وبعد كده في حاجه يا استاذ احمد كمان، في اعمال رجولي واعمال نسائي. يعني في رجاله بتحب تطبخ، بس انت مش هتسيب مراتك تروح للميكانيكي لوحدها. بالظبط، ايوه واخد بال حضرتك. يعني ما في برضه اعمال انت لازم تقوم فيها. يعني كراجل، ما انت راجل ايه وبتاع ايه، ما ينفعش. لا، هو للاسف حاليا تلاقي ان لو واحد شاف زوجته بتعمل هي الحاجه دي فخلاص بدل قدرت تعمليها كملي انت، وبتبقى عاده بقى للاسف. لا، وفي ستات كمان هي اللي بتوقع نفسها الوعد. ايوه اللي هي عايزه تثبت ان هي قويه جدا وجامده جدا وانا مش محتاجه لحد وانا اقدر اعمل كل حاجه، فتبتدي تعوده ان هي بتعمل كل حاجه، فبتسيب كله ما تعمل يقول لها انا ماشي. ده حقيقي فعلا. قابلت يا استاذ اسامه، ده اكيد. قابلت حضرتك حاله من الحالات في الرجاله بقى على العكس، يقول لك انا فعلا متقدر، انا دوري متقدر، انا ما بتنسيش، انا ولادي فاكريني، انا مراتي فاكراني، انا كل حاجه مقدراني. قابلت الحاله دي ولا صعبه ما لقيتهاش لغايه؟ لا، قابلتها. وناس بتبقى جميله جدا. وعايز اقول لك حاجه، مش بس زوجته انسانه كويسه وولاده كويسين، هو اللي زرع ده في ولاده، هو اللي زرع ده في زوجته، فزوجته مقدراه وولاده مقدرين وعايشين حياه اسريه كامله فيها ترابط غير طبيعي. ترابط غير طبيعي، بيقول غير طبيعي ليه؟ لان اليومين دول ما بقاش فيه ترابط. ده حقيقي. استاذ اسامه، احنا بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. انا سعيد الحقيقه بالمداخله دي، وسعيد بوجود حضرتك على شاشه تلفزيون بي بي سي. اشكرك شكرا جزيلا. كل سنه وكل راجل في مصر طيب وبخير وراجل. يا رب. نشكرك شكرا جزيلا استاذ اسامه. شكرا لحضرتك. دي كانت تغطيتنا الخاصه عن اليوم العالمي للرجل، اللي بنتمنى انه يتقدر اكتر، لكن ان شاء الله في المدارس يفكروا الاولاد بدور الاب، السوشيال ميديا تتوصى بالرجاله، الامهات والسيدات يدوا الرجاله حقهم ويبقى زيهم زي الامهات والسيدات عامه، بالرغم من اني شايف ان مفيش زي السيدات الحقيقه. مهما الراجل عمل هتلاقي الام بتشتغل، مدارس، مذاكره، تمارين، زوج، اسره، تربيه، كتير دورها وعليها مسؤوليات كتيره، والرجل ايضا عليه ضغوطات ومسؤوليات ومتطلبات. فربنا يعين الرجال ويبارك في كل ام وسيد. شكرا لحضراتكم، مستمرين في تغطيتنا الاخباريه على مدار الساعه من تلفزيون اليوم السابع.